شكرا سيد الرئيس. في البداية مرحب على روح زميلتنا النايب هندو ومعزي أسرتها الكريمة الفاضلة، راجين لها الرحمة والهموم الصبر والسلوان إن شاء الله، وإنا لله وإنا إليه راجعون. سيد الرئيس، الله سبحانه وتعالى يقول: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. والرسول صلى الله عليه وسلم سيد العادلين يقول: يا عمر، أنا وهو كنا أحوج إلى غير هذا، أن تأمرني بحسن الأداء وتأمره بحسن اتباع. تحقيق مطلوب، وإحنا داعمين التحقيق كامل بلا شك، ولكن التحديد التحقيق عنده محددات. المحدد الأول هو العدالة، يعود تحقيق عادل ما فيه استهداف، وبالتالي إلين نفطنوا أن اللجنة لا يتعدل تحقيق فيه استهداف، نعود نوقف ضد ذاك، لأنه ذاك قد يعود فيه ظلم، وذاك مسؤوليتنا الأخلاقية والدينية تمنعنا منه رغم معرفة مواقف بعضنا من جهات ما. تحقيق في شرط ثاني مهم، وهو مطابقته للقانون شكلا ومضمونا. الشكل القانوني الواجب عليه اللجنة تتبعه هو الملفات بدقة المحددة لها، ولين تفوت تحقق فيها وتجبر فيها نتيجة قد تعطي توصية بالتحقيق في مجالات أخرى، غير كونها هي يهمها تحقق في شيء ثاني ظاهر لأن ذاك ما هو سليم، ويعطي مولي دلالة سلبية في عدم مصداقية المحتوى اللي يتقدم اللجنة في ذا اللي أصلا قاع مخولة للعمل فيه، لأنها يبدو أنها هامة تعدل شيء خارج القانون، ومخالفة القانون ما هي مقبولة لا شكلا ولا مضمونة. مطلوب من اللجنة مساواة الجميع أمام عدالة التحقيق، وهون نتكلم عنها يا الله تصرف النظر عن صفات الأشخاص السابقة اللي كانوا فيها ولا صفاتهم اللاحقة، وهون يا الله تعود فم عدالة في الإجراءات، الطريقة اللي يعيط بها الرئيس السابق ما هي الطريقة اللي يعيط بها الوزير، والطريقة اللي يعيط بها الوزير ما هي في الحكم، ما هي في السلطة حالا ما هي الطريقة اللي يعيط بها الوزير ما تلف الحكم، والطريقة اللي يعيط بها، وبالتالي العدالة أيضا في الإجراءات مطلوبة. يا الله اللجنة ما تستهدف أشخاص لياك تهينهم والله لياك تمارس عليهم تقليل من شأنهم بينما قد مارسوا، يا غير يا الله يعدل العدالة، العدالة هي المهم، نبغى نقبض حق الشعب الموريتاني غير ما نبغى يسجل في تاريخنا أن قد ظلمنا حد، الظلم ما هو مقبول. نختار نقول أن مطلوب أيضا العدالة في تطبيق الأحكام على الناس كاملة، ونعسوا من حديث كانوا إذا سرق فيهم الضعيف وأقاموا عليه الحد، وإذا سرق فيهم القوي وتركوه، ذاك ما يتوس، الناس كاملة سرقت يا الله تنكر يحقق معاها ويا الله تنجاب للعدالة. هذه اللجنة مهمة لأنها جسد عمل البرلمان، وتشكل قلق مملي للمسيرين الحاليين هم مازالوا لا يحاسبوا، وأيضا هذه اللجنة مهمة لأنها لا يتمثل رادع عن أكل المال العام. عليها مخالفات، المخالفة الأولى على هذه اللجنة هي مخالفتها لأحكام المادة 20 من القانون رقم 031/2018 بحكم هيمنة الحزب الاتحاد الحاكم اللي قبل أسبع أعضاء في اللجنة ما عندهم فيها الحق، وبكل أسف عادت اللجنة مصداقيتها ما هي سليمة. الفقرة السادسة من المادة 20 جديدة من القانون 031/2018 ما تسمح الحزب الاتحاد يكون بخمس أعضاء، هو قبل ست أعضاء عفوا، لأنه ما عنده ما هي 89 نائب هي اللي نجح فيها في الانتخابات، هاي 16 نائب الأخرى والله 15 نائب اللي عنده منضمين له نظرا لحل الأحزاب، غير ما عنده الحق في الاستفادة منهم في المحاصصة السياسية، وما بني على باطل فهو باطل، ذي اللجنة مبنية على باطل لأن الحزب هيمن بها بحكم هيمنته على مفاصل السلطة والبرلمان والدولة، وها مرفوض. عندها مخالفة أخرى وهي مخالفة المواد 123 و124 من النظام الداخلي اللي ما تسمح لها بتوسيع المجالات اللي تشتغل فيها. هذه أيضا مست من سيادة التحقيق، لأنه طلب التحقيق اللي جانا موقع من رئيس فريق برلماني، وذاك يسمح له القانون بطلب لا إنشاء لجنة جديدة، وما يسمح له بتوسيع صلاحيات لجنة كانت قائمة، وها خلل شكلي في القانون كبير. عدة خلل أخرى وهي أنها ما احترمت تحديد المواضيع بدقة اللي في طلب التوصية اللي معدلين وذاك منصوص عليه في المادة. مطلوب من اللجنة من التوصية تغييرها لإنشاء لجنة جديدة، المساواة بين المستهدفين، العمل في إطار القانون، وهون صقع المشكلة الحقيقية لا ينلخص هاركم سيد الرئيس، هو المشكلة أن نحقه في الفساد
ونحقه مع مادة متهمة في الفساد ونحقه في ملفات فيها الفساد، بينما نحن عندنا وزراء في الحكومة الحالية مشمولين في فساد في ذا يحقق فيه وثابت فسادهم فيه، وعندنا مديرين شركات كبار مشمولين في ذا الفساد وثابت فسادهم فيه، وكل مجلس وزراء نعينه أمناء عامين ومديرين عامين ومستشارين للرؤساء ومستشارين الوزير الأول مشمولين في ذي القضايا اللي يحقق فيها، هذا عمل يا جوجة وما جوجة، مادة تحقق في الفساد ما تقدر تعين المفسدين، الشعب اللي خلاه واللي ضيعه واللي ضيعه بالجوع تعيين المفسدين، ما يقدر حد يعدل سياسة إصلاح بتعيين مفسدين، هاو المفسدين يا الله يحكموا وينقلعوا من الوظائف اللي فيها، ويا الله ينقلعوا ويندارو في بالهم مادة ما هي فاسدة ولا عليها شبهات، الفساد الإصلاح ما يقدر صاحب المفسدين، يا البرلمان الموريتان ويا حكومة موريتان ويا رئاسة موريتان ما يصح مادة لا يتعدل الإصلاح وهي تعين المفسدين السراق الحمر اللي إذا هي سرقتهم اللجنة لهم طالبة بتوسيع التحقيق فيهم باللي ثبت لها سرقتهم، حوزوا على المصلحين وقلعوا المفسدين، المفسدين ما يقدر يصلح بهم والسراق ما يقدر يصلح بهم واللي خلاهم موريتان سرقوا مالها وسرقوا ثرواتها وخسروها. شكرا سيد الرئيس. شكرا جزيلا للنائب الموقر.